شايفة كده السلايد كويس؟ أيوة واضحة. طيب احنا بنتكلم النهاردة عن موضوع جديد، ايه ان شاء الله ده هيبقى يعتبر يعني المفروض انتوا كان عندكم 9 مواضيع، احنا خليناهم كده 4 مواضيع بس الترم ده ان شاء الله عشان الظروف اللي بتحصل يعني عندكم. هنتكلم النهاردة على السيمنتيشن. السيمنتيشن يعني ايه از جراوند؟ هنتكلم النهاردة عن ideal cement requirement, type of cement, cementation procedures ازاي بنعملها, selection of cement ازاي اختاره, post cementation instructions. طيب ideal looting agent should be, ممكن اقول لك ideal cement should be او ideal looting agent. looting agent هنا هو نفس المعنى كلمة cement، لازم عنده long working time, adhere to both tooth structure and restoration، يقدر ان هو يبدأ في التوث و الريستوريشن بتاعي الكاون او البريدج بتاعي او الابلي whatever. provide a good seal، لازم يمنع لازم يبقى في good seal عشان يمنع الليكج ما يحصلش اي تسريب بعد كده يعمل recurrent cases او secondary cases. يبقى non irritating و non toxic، يبقى مش عامل اي مشاكل خالص ومش مزعج للعيان ومش سام. هاف ادكوت ميكانيكال بروبلس، عنده قوي طبعا عشان يقدر يستحمل الفورس اللي نازل عليه. يبقى ايديال لودنج ايجنت برضه شود هاف لو فيسكوستي ولو سوليبريتي، ما يدوبش في الميه وفي نفس الوقت هو بيبقى لو فيسكوستي، يبقى يعني ما يبقاش هاي فيسكوستي، ما يبقاش فيسكس كده كثيف ولازق كده، لا لازم يبقى لو سيتبل سيتنج تايم، لازم ينشف في وقت مناسب ما يبقاش بسرعة يعني. easily to be removed after setting، لازم اقدر ان انا اشيل الزيادات منه اللي حوالين المارجن بتاع الكراون او البيج، سهل معايا ما يضايقنيش. فلورايد ريليز، ويا حبذا لو يقدر هو يقدر يطلع فلورايد ريليز يبقى هيأدي هنا ان هو كده مدي فلورايد ابلكيشن للستراكشر. طيب بالنسبة للسيمنت، انا عندي السيمنت يتم بري بيرمنت، لما بحط السيمنت ده فترة مؤقتة، لما بحط السيمنت ده فترة دايما. انا عندي التمبري هنا زي زنك اوكسيد ايجينول او ايجينول فري زنك اوكسيد، هنعرف امتى بنحط ايجينول فري زنك اوكسيد. البيرمننت عندي زي الريانفورس زنك اوكسيد ايجينول، احنا قويناه لان هو ضعيف جدا. زنك فوسفيت، زنك وركر اوكسيد، الكلاسيك نمبر ريزم والديفولت كلاسيك نمبر والريزن سي اللي هو اقوى. كتمبري سانيتيشن انا عندي في حاجه بتقعد شورت تيرم 3 اسابيع، وعندي حاجه بتقعد من شهر لشهرين، وعندي حاجه بتقعد من 3 شهور لسنه. اللي بتقعد 3 اسابيع دي اللي هو اللي انا بعمل كراون عادي لغايه لما يخلص، فبركب له تمبري كراون عادي. لو الموضوع دخل مني سبيريو ومحتاج سبرنتنج ومحتاج اشوف الدنيا اخبارها ايه، ده بياخد من شهر لشهرين السانيتيشن. لو الموضوع بياخد بقى
هيقضي سنة، يبقى أنا كده محتاج حاجة جاية تاني بقى من أورسو أو ريهابيتيشن. البروبابيلتيز عندي بتاعت التمبل سيمنتيشن لازم يبقى equal expectation from permanent semen بس maintain the ability to be removed easily not interfere مع subsequent procedure. يعني هو لازم نفس اللي أنا بتوقعه من الـ permanent cementation لازم برضو يبقى موجود في الـ temporary cementation، ما عدا إن هو أقدر إن أنا أشيله بعد الفترة اللي أنا أخلص فيها الـ function بتاعتي اللي هي اللي أنا استخدمتها الـ temporary cementation. أنا عندي بنقسمهم إلى resin based، في حاجات temporary cementation فيها resin زي الـ راي اكس ارك او الـ باريو لينك تول، وحاجات فيها ايجينول زي الـ تيند بول، وحاجات فيها نون ايجينول زي الـ تيند بول في ايجينول نون ايجينول في ايجينول. طيب ليه انا بعمل تيمبل سيمنتيشن؟ عشان اشوف البرفورمانس على الكراون بتاعي كويس ولا لا، عشان اشوف لو في اي مشاكل في اللثه كلينيكالي زي البلانشنج اللي هو الضغط على اللثة، عشان اشوف البيشنت شايف ان ده الستاتيك بتاعي كويس ولا لا، عشان اشوف الاورال هيجين بتاع البيشنت فول اورال هيجين انستراكشنز. ايه مزايا التمبل سيمنتيشن؟ decrease the cost of the pain, reduce the incidence of fiber involvement, the bridge can be further removed for adjustment and mobilization, decrease the post-cementation symptoms of fiber sensitivity. زي ما قلنا كده زينك السيمنتيشن بقى زينك سيمنتيشنول عندي في unmodified type used for provisional cementation. زي ما قلنا كده provisional هي temporary، برضو هو بايو كومباتبل و have palliative and sedative effect، عنده كوظيفة كأن هو مهدئ للتشو، وهو يعني حاجة كده لطيفة. جنوب inhibit free radical of bromide materials، بيمنع ال free radical of bromide materials، عشان كده بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا لما بنيجي نحط كومبوزيت بعد أو بريدن سيمنت بعد زنفر. لو احنا هم قووه شوية وحطوا فيه رينفورسمنت بنوصل جينول، وقال لك إن هو بقى رينفورسمنت سموه إيبا أو الألمونيا أوكسايد البوليميثال أكريليت، وده بقى استخدموه كديفينيتيف سيمنت، ودي أنواع في السوق تيمبر بولت أو البروبليت. طيب لو اتكلمنا على نوع تاني من الفاينل سيمنتيشن زنك فوسفيت سيمنت، هو بيتكون من زنك أوكسيد إيجينول باودر، زنك أوكسيد باودر زائد فوسفوريك أسيد مايكرو ميكانيكال انترلوكينج. طبعا هو مايكرو ميكانيكال الفيلم ثيكنس بتاعي بي تقريبا 25 مايكرون. Working time can be used with long bridge could be increased by incremental mixing and cold slips. يبقى هو ده بيستخدم مع long bridge عشان هو عنده long slip time. Advantage بتاعه high compression strength, long working time, low film thickness مش هيستوى قليل. Disadvantage بتاعته low tensile strength ضعيف شوية و no chemical bond، وفي ساعات كمان هو الـ pH بتاعته بتبقى واطية، فممكن الأسيت لو هي نون فايتال بتبقى لو هي سيمي فايتال بيعمل لها مشاكل كبيرة، بنحس بالأسيت ده. الـ بوليكربوكسيليت سيمنت عندي الـ composition بتاعي باودر زنك اوكسايد وتينو مغنيسيوم اوكسايد وامونيا اوكسايد وأذر رينفورسمنت فيلر
الليكويد بتاعي هاي مولكولار ويت بولي اكريليك اسيد. الفيلم سيكنس لو هو عمل له كوريكت ميكسينج هيبقى 25 مايكرون أو أقل. يبقى هو كفيلم سيكنس هو كويس جدا. طيب الأدفانتج بتاعي مو بوند تورينامي أند دنتيني نو أدفيرس إفكت مع الألبان مش زي زنك فوسفيت سيمنت. إتس أدفانتج لو تنسايل سترينس هاي فيسكوستي أفتر ميكسينج ديو تو إيفابوريشن أوف ليكويد ديكريز ذا وركينج تايم لدقيقتين ونص يعني هو بينشف بسرعة وفي رابيد سيتنج زي ما قلنا. طيب الجلاس اللي انا رسمه الكومبوزيشن بتاعي الباودر الومنيوم فلوروسيتيك جلاس وليكويد بولي اكريليك اسيد. يبقى احنا من الباودر كده هنلاقي ان فيه فلورو يبقى معنى كده ان هو فيه فلورايد فيبقى كده دايما الحاجات اللي هتعمل لي فلورايد ليز. الادفانتج بتاعتي كيميكال ادهيجن تو انامل اند دنتين اكسهبت جود باي كومباتيبلتي ويه ريليز فلورايد. يبقى هو من الحاجات اللي هو بيمسك كيميكال وينامل دنتين بيجود باي كومباتيبلتي وبيطلع فلورايد. ترانسلوسن طبعا ده من أحد الحاجات برضو المزايا دي. لو بصينا على الديسأدفانتج عندي لونج تيرم سنسيتيفيتي كان ريزلت اوف توث از اوفر درايد سنسيتيف تو موشن كونتامينيشن ديورنج سيتنج. يعني هو كمان لو في مية برضو هو بيعمل سنسيتيفيتي وهو سنسيتيف في الحالتين. اسيتوال سيمنت از مور ديفيكت تو موف بيبقى سخيف شوية في ازالته. الريتم موديفايد جلاس بلومر احنا قلنا الجلاس اوبر العادي ده نشوف ايه مشاكله ونزود له ريتم مادام هو كويس كده وبيمسك الكينج. الادفانتج بتاعته ان هو موجود كومبريت في الانتنسيف ريزلت ريزيستنت تو ووتر ديسوليوشن فلورايد ريليز برضو الاديه فلوينسيون طبعا ده اللي هو اقوى حاجة عندنا. الكومبوزيشن بتاعي زي ما احنا شايفين كده هو ماتريكس البايمكس اكريليت البرايمر باي اكريليت الفلر كوارتز والسيليكا في كابلنج ايجنت اللي هو ده السايلين دايميس اكريليت. افيلبل في وايد رينج انفورميشن كيميكال وفوتو دول كيور يعني في كيميكال كيور في لايت كيور في دول كيور يعني بنشارك الاتنين مع بعض. اديشن طبعا بالانامي ودنتين بس بحاجه اسمها مايكرو ميكانيكال Polymerization shrinkage remains a problem طبعا. The advantage high strength low oral solubility absorption high micromechanical bonding amidantine alloys and ceramics. طيب رانك طبعا disadvantage عندي sensitive technique higher film thickness possible leakage and bulb sensitivity difficulty في الموفل طبعا بيبقى مزعج شوية واحد نشوف. زي ما قلنا كده دنتال سيمنت عندنا زنك فوسفيد وليكال فوسفيد جلاسين نمر ريدي موديفايد جلاسين نمر ده بنعتبرهم كده كونفنشنال عادي انما الليزن بيز ده بيعتبره ادهيزف. بدل لما اقول لك ان ايديال لوتنج ايجنت قلنا تقول لي هي سيمنت. طيب لما اقول لك ايه الفرق بين الكونفنشن سيمنت والاديتيف سيمنت تقول لي ان ده في ريزن ده في كومبوزيت انما ده كونفنشن بيعتمد على ان هو ده كونفنشن عادي خالص. جنرال سيمنتيشن بروسيدرز عندي الكاستنج كونفيشن انت بتشوف هو التايب اوف فيكسد بارشل ده دنشر بريشيوس نون ميتال بنعمل له ساند بلاست انر سيرفيس ويز 100 مايكرو. ده هو سيراميك كراون او فينير بنعمل له هيدروكلوريك اسيد تريتد وسايلونيتد. لو انا محتاج اعمل كلر ادابتيشن ولا حاجه في الفينيرز
أنا الماوس بريشن كان كلين ودراي، استخدم البومب بتاع الكروتر، تعمل كوتر رول سايبر ريجكت وريزوليشن. فاكسل لير من السيمين ميكس ابلايد سيرفس اوف ذا كاستنج. البوست بتستخدم اللانتيلو سبايرال في الهولز او البوست هولز، يبقى ده لما بنيجي نعمل ابلكيشن ريزمنت في ال في البوست بنستخدم حاجة اسمها لانتيلو سبايرال. سيتنج ذا ريستوريشن روكينج فورس باي اورنج وود ستيك ريموفر اكسس سيمنت زي ما احنا شايفين كده، واستخدم الفلوس كمان. سيلكشن اوف ذا سيمنت cannot use only one type for everything، مفيش حاجة اسمها إن أنا أستخدم نوع واحد لكل حاجة. Type of fixed partial denture to be cemented، التوز بلاش زي ما احنا قلنا كده، ده هو long bridge يبقى استخدم الزنك فوسفيل. لو أنا محتاج حاجة أزود فيها الريتنشن بتاعي أستخدم الزنسيل. لو أنا محتاج حاجة تقدم لي فلورايد أنكسنا فيتال يبقى أستخدم الجلاس إنمر. يعني كل حاجة ليها حاجة. تو ديشن اور فانكشن بريبريشن اور مورفولوجي اندرستاند بريدج. طيب الهاي كيريز اندكس طبعا برضك يبقى ده كلاس انيمال سيمنت. الديب بريبريشنز يبقى برضه ال كلاس انيمال سيمنت. الاول سيراميك يبقى الريزن سيمنت. الكور استراكشرز امال دم هم والكومبوزيت كلاس انيمال ميثود الحاجات دي كلها. طبعا البوست برضو من الحاجات المهمة، ممكن تستخدم الريزن سيمنت. الريزن بوند بيج بالتأكيد طبعا الريزن سيمنت برضو. بوست ميتيشن انستراكشن البيشن لازم اسك ان هو كيرفولي بايتنج ديورينج الفيرست 24 اورز اهم يعني وقت، يعني سادر انفكت فول شود بي افويدد في ريستورد اريا. والبايتنج اون ا نات اون ماتر اوبجكت طبعا ده فوربيدن يعني ممنوع. المنتل ازاي احافظ عليه بالاورال هيجين ميشنز. This is standing tooth paste or mouth wash can be used if there is any sensitivity or free sensitivity. ممكن استخدم mouth wash او ري سنسيتيف tooth paste. Regular recall visit for review or post mutation appointment within week 10 days with periodic call every 6 months. اي اسئله يا دكتوره اللي معايا؟ معرفش حاجه تاني ولا لا؟ لا يا دكتور شكرا. لا هو انت بس اللي حضرتي دلوقتي؟ لا في زمايل لا تاني. طيب تمام ماشي دكتور بعد اذنك. اتفضل يا فندم. دكتور هو فضل كام محاضره وخلص المنهج؟ كام المحاضره دي؟ بص يا حبيبي المفروض انتوا فاضل لكم مثلا بتاع 7 أو 8 محاضرات، بس انتوا يعني دفعه يعني ايه احنا كده يعتبر اللي انا فهمته من الجدول اللي نزل ان دي اخر محاضره. يعني دي اخر محاضره؟ المفروض ان هو انتوا الاسبوع الجاي عندكم العملي. والاسبوع اللي بعده قالوا لي انتوا هتاخدوا اسبوع عشان تذاكروا. بالظبط. فكده دي اخر محاضره. فانتوا الداتا اللي معاكم كلها مع الداتا دي هنزلها هبعتها لكم، حد بس يبعت لي على الواتساب بس ابعت له عليها الداتا دي عشان تذاكروها مع الحاجات اللي معاكم، وده اللي هيجي من الامتحان ان شاء الله. طب دكتور ممكن رقم حضرتك؟ احنا مش معانا رقم حضرتك. ماشي 0100 373 373 5 5 666 666. بس ابعت لك الحاجه واديها لزمايلك كلهم. حاضر يا دكتور. ماشي حاضر. حد ليه اسئله يا اولاد؟ يلا سلام عليكم.